مرحبا طلابي، أهلا وسهلا فيكم بحصة جديدة من مادة اللغة العربية. اليوم حصتنا عن الأرنب الصغير، وهو نص مقروء. كانت الأرانب تعيش في سلام وأمان، تأكل الحشائش، تلعب وتقفز. فجأة هاجم عليها أسد جائع. أسرعت الأرانب إلى الجحر. فكرت ماذا تفعل؟ الأرنب الصغير عندي فكرة. ذهب الأرنب الصغير إلى الأسد وقال له: أحضرت لك أرنبا كبيرا لتأكله، لكن أسدا آخر خطف مني الأرنب عند البحيرة. جرى الأسد إلى البحيرة فرأى صورته في الماء. قفز الأسد في البحيرة فغرق. قالت الأرانب: شكرا أيها الأرنب الذكي. هيدي كانت قصتنا عن الأرنب الذكي. معاني المفردات: تقفز تنط، رأى شاهد وأبصر، جرى أسرع الجحر، حفرة في الأرض. والجحر هو بيت الأرنب. ما ننسى هيدا الشيء، إن الجحر كمان بيت الأرنب. أسئلة حول النص: ماذا تأكل الأرانب؟ أين تعيش الأرانب؟ من هاجم عليها؟ ومن خدع الأرانب؟ ما عليكم طلابي إلا أنكم تجيبوا على هيدي الأسئلة، تتواصلوا مع المعلمة عبر تطبيق زوم. إلى اللقاء طلابي في حصة قادمة.